فكرتوش تعملوا دلوقتي الموضة العمليات، يقول لك عملية تدبيس، عملية تكميم، عملية رينج، يعني دي الموضة، ما فكرتوش لا، فيها؟ هو في انواع من العمليات ما تنفعش مع الاوفر ويت قوي ده، ده زي بيقولوا العمليات البالونه. للأوفر ويت قوي. لا، ما في نوعين من العمليات اللي هم التكميم وتحويل المسار، هم دول الاوفر ويت قوي. لكن بقى اي حاجه تانية بعد كده بيبقى اخرها 30 كيلو، 20 كيلو، 25 كيلو، زي البالونه والكلام ده. بس المشكله ان انت بتفقدي صحتك مع الوزن اللي بينزل، بتفقدي صحتك، بتبقي بني ادم متهالك بعد العمليه، وبيبان على الوش وبيبان على كل حاجه. احنا دخلنا دورنا في الموضوع ده كتير، خصوصا ان احنا بنلعب رياضه، احنا بنلعب كره قدم امريكيه، فما كانش ينفع باي حال من الاحوال ان احنا نعمل عمليه، لان كنت هخسر صحتي. قصدك ايه ما هو اللي بيعملوها بيقولوا لا احنا مبسوطين ومش تعبانين ولا حاجه. اخر حاجه، انا اصلا لما دخلت عشان كنت بفكر اعمل عمليه زي كده، فبقول للدكتور انا عاوز اعمل اللي هي الامنه من الاثنين دول، يا السليف يا الباي باس. فقال لي انت سليف مش هتنفع معاك، عشان انت هترجع تتخن تاني. فانت، هو حصرني في حته الباي باس. الباي باس دي انا بلغي المعده وبعمل بوصل على طول على اللارج انتستن، فده حاجه صعبه جدا، يعني مش هستفيد بمعظم الاكل اللي بيتاكل، كاني باكل وخلاص عشان اشبع بس رغبات دماغي. لا وبعدين انتوا سنكم صغير، يعني هو ناس انواع، ناس تقول انا ممكن اعمل اي حاجه الا ان انا اعمل تدخل جراحي العب في الاحشاء يعني، وفي نفس الوقت العمليات دي يعني ما مرش عليها 20 سنه مثلا، فنعرف انتوا لسه العمر قدامكم. احنا اوريدي عندنا، اوريدي عندنا باد اكسبيرينس من العمليات. يعني ايه بقى؟ انا وباسل ما حسيناش ان احنا عندنا زايده غير بعد ما انفجرت، علشان بعد عشان احنا كنا تخان. يعني انا وهو نفس الحاله، الزايده بتقعد 13 يوم في المستشفى، انا ما شفتش كده في حياتي. يعني قعدت 13 يوم انت وهو الزايده بتنفجر، بنحس بالوجع بعد ما تنفجر، واختلاف سنه، يعني في سنه فرق، وحصل نفس الموضوع. فانتوا بالذات الجراحه يعني لا، كنا خايفين منه.